بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية كابتن وليد. قبل ما نبتدي نتكلم على التفاصيل الفنية، عنوان مهم جدا ورئيسي هو كيفية وصول بيراميدز لمنصات التتويج على المستوى المحلي او الافريقي، بما ان احنا النهارده بنتكلم على بطوله دوري ابطال افريقيا. بيراميدز بكم اللعيبه المهمين جدا اللي موجودين في قائمته، ازاي يقدر يرتقي الى منصات التتويج في دوري ابطال افريقيا؟ من وجهه نظري يحط نفسه تحت ضغوط حقيقيه. المشكله الفرق بين بيراميدز وبين الاهلي والزمالك دايما في الضغوط. انت عندك في الاهلي والزمالك عندهم عدد من الضغوط اللي بيخلي اللعيبة على طول مع أي تعادل مع أي هزيمة الدنيا بتبقى صعبة جدا حتى في الحياة. رقم واحد الضغوط الجماهيرية، انت عندك جماهير ما تنزلكش من البيت، ويعني إذا كنت أنا أو كابتن أحمد حسن مرنا بالظروف دي كتير جدا، ولما كنا بنخسر مباراة في النادي الأهلي فعلا ما بننزلش من البيت فعلا حقيقي. فأنت ضغوط جماهيرية غير عادية، على طول الجمهور حطك في ضغط لازم تطلع من الأزمة اللي انت فيها وتتمرن كويس، وكمان لو الهزايم فضلت او لو خسرت كذا بطولة فالعقاب بيبقى من الجمهور شديد. صحيح. شديد اللهجة. حتى لدرجة ان جماهير الاهلي او الزمالك بتروح الاستاد وبتملى الاستاد حتى في التدريب. فبيبقى فيه رسائل موجهة صعبة جدا، ادي واحد. اتنين، ان انت ضغوط التاريخ اللي عندك. انا الاهلي عنده 100 و100 وحاجه سنه، والزمالك عندك عدد من البطولات، انت سيد اسياد افريقيا. فبالتالي لازم اللعيبه مهما كانت جديده مهما كانت مش ولاد النادي الاهلي فلازم بتحافظ على التاريخ ده. كل ده مش موجود عند بيراميدز للامانه. هو عنده قايمه من احسن قوائم افريقيا، سكواد قوي جدا، عنده مدير فني هايل، باتشيكو مدرب عالمي وكبير. عنده اداره محترمه جدا ومستقره، عنده ميزانيه تكاد تكون الاعلى في افريقيا مع النادي الاهلي، عنده كل حاجه الا الضغوط. ان اللعيب لما يتعادل او يتغلب مباراه او يطلع من بطوله او يخسر بطوله ما بيحصلش حاجه. اللعيبه هي اللي لازم تحط نفسها تحت الضغوط دي. ان هم ما اعرفش تتعمل ازاي، صعبه. يعني عايزه طبعا اللعيبه الكبيره عليها دور. وكان عبد الله السعيد كان ليه حوار قريب جدا وبيقول انا بتمنى اخد بطوله علشان يعني اختم المشوار مع بيراميدز بشكل كويس. لعيبه كبيره زي شريف اكرامي، زي احمد الشناوي، زي احمد توفيق، زي احمد فتحي، لعيبه كبار وليهم تاريخ، لكن مش قادرين يحطوا نفسهم تحت الضغوط دي.